أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مع فريق البحرين التابع للحرس الملكي الذي وصل إلى قمة إيفرست وهي أعلى قمم العالم في النيبال، حيث هنأ جلالته الرائد الشيخ محمد بن حمد آل خليفة قائد فريق الحرس الملكي لتسلق قمة إيفرست بتحقيق هذا الإنجاز الهام ورفع علم المملكة في أعلى قمة جبل في العالم، مشيدا بشجاعة أعضاء الفريق وفخر كل بحريني وبحرينية بما تمكنوا من تحقيقه من إنجاز عالمي. وأكد حضرة صاحب الجلالة أن رسالة مملكة البحرين من أعلى قمة عالمية هي بأن يعم السلام والأمن على العالم أجمع، مباركا لأعضاء الفريق بحلول عيد الفطر المبارك ومتمنيا لهم كل التوفيق والسداد على أمل اللقاء بهم في البحرين قريبا. هلا 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 بالشجعان. الحمد لله يا سيدي، كيف ربعك؟ كله بخير الله يسلمك. الحمد لله ان شاء الله. حاليا يا علاء قلنا في الغرب والبحرين وحيث العرب الملكي والقيادة العامة. الله يسلمك. على كل حال يعني كل بحريني وبحرينية يفخرون بإنجازكم. على كل حال رسالتنا أن يكون عيد مبارك إن شاء الله على الجميع، علينا وعليك بار عمرك، وإن شاء الله أن السلام يعم في العالم أجمع. الله يسلمك الله يسلمك. وهذه رسالتنا من أعلى قمة في العالم، قمة إيفرست. تسلم بار عمرك. تسلم. مشكور. شكرا. ما نبي نطول عليك، سلم على جماعتك وربعك. يبلغ إن شاء الله. يبلغ إن شاء الله. ونشوفكم قريب في البحرين إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هلا هلا يبا. هلا على خير ان شاء الله. على خير. فهم الله.